السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هنتكلم عن معادلة الري، بتنقسم لقسمين: الري بالرش والري بالتنقيط. قبل بس ما نبدأ في أي حاجة، كذا حد كلمني لينك التحميل مش موجود. لينك التحميل يا جماعة، لو أنت شغال من على التليفون فهتضغط على اسم الحلقة، هيظهر لك حاجة اسمها الوصف، ثم بعد ذلك هتلاقي حاجة اسمها اقرأ المزيد، اضغط على اقرأ المزيد هيظهر لك لينك التحميل. ده لو على التليفون، أما بقى لو على الكمبيوتر فأنت مش محتاج على اسم الحلقة، هتلاقي تحت اسم الحلقة حاجة اسمها اقرأ المزيد، اضغط عليها هيظهر لك لينك التحميل. طيب خلينا نبدأ بقى في القسم الأول، الري بالرش. طبعا الاتنين مش هيختلفوا عن بعض كتير، حاجات بسيطة جدا اللي هيختلفوا عنها. هنتكلم عن أول حاجة معامل المحصول. طبعا معامل المحصول، منظمة الفاو منزلة طبعا كل محصول بيختلف عن التاني، فتقدر انك انت تجيب تشوف المحصول بتاعك ايه هو، تقدر تجيب له على حسب المرحلة العمرية بتاعتك اللي انت شغال عليها. وبالنسبة للنتح والبخر، فده بيجي من المعمل المركزي للمناخ الزراعي، مبلغ قليل حوالي 200 جنيه او 300 جنيه على حسب عدد السنين تقريبا، هي بتبقى على حسب عدد السنين اللي انت بترجع لها. وطبعا الايام اللي احنا فيها دي زي ما قلت قبل كده، ما ينفعش انك انت ترجع من العشر سنين ورا، لان طبعا الطقس اصلا كل يوم بتغير، فما ما عادش ينفع مثلا تراجع من العشر، لا انت اخرك من 2020 تبدا، بس يعني السنتين اللي فاتوا دول هم دول اللي يبقى المرجعيه بتوعك، بحيث انك انت تقدر تشتغل على شغل دقيق شوية، يعني تبقى أدق في التعامل بتاعك يعني. طبعا كفاءة الشبكة، هنا أنا موضح فوق أهي، كفاءة الشبكة بالرش 85%، وكفاءة الري والتنقيط 95%. طبعا لو احنا مثلا شغالين على 12 في الصيف مثلا، فكمية الري هتبقى 59 متر يوميا. الجذور هنا تاني بند معانا اللي هو يبقى الجذور، طبعا في الفلات ثابته معانا 60 في 70 اللي هي طول وعرض الفدان، اللي هيتغير معاك اللي هي العمق الجذور، مثلا لو عاوزين 5 سم طبعا بتختلف على حسب عمر النبات. لو لسه مثلا في البدايه ف 50 سم، 5 سم ده كده 5 سم، كده 10 سم، كده 30 سم. تاني بند سعة التربة من المياه، طبعا الأرقام دي معناها التربة الرملية الخشنة، التربة الرملية، التربة السلتية، التربة الطفلية، التربة الطينية، الأرقام دي معناها يعني 100 لتر لكل متر مكعب. تمام. طيب الأرقام دي دقيقة؟ أكيد مش دقيقة، الأرقام دي تقريبية، هتاخد عينة من التربة وتبعتها للمعمل يجيب لك سعة التشبع بتاعة التربة بتاعتك قد إيه. ده الحقيقي. تمام. اما لو انت مش عاوز تعمل الكلام ده او مكسل، فتقدر تمشي على الارقام دي، وان شاء الله هتبقى قريبه برضو من الواقع، بس طبعا المعمل بيكون ادق بكتير جدا. طيب تالت رابع بند معانا هيبقى عدد الايام بين الريات، زي ما انت شايف كده. هو طبعا بس في ملحوظه، الكميه الاجماليه ديت تمام احنا ضربناها في 65%، يعني المفروض دي كانت تبقى هنا، يعني ديت كانت تبقى هنا، بس طبعا احنا ليه عملنا كده 65%؟ احنا شلنا التلت، بندي فرصة للجدر او يعود مثلا فترة كبيرة ومية حواليه رطوبة عالية جدا، تبدأ تظهر اعفان، وانت في غنى طبعا عن الكلام ده كله، يعني ما بقاش انت في ايدك الحل، وانت تروح تغرق الدنيا يعني. فاحنا هنا ضاربينه في 65%، والاحتياج اليومي بتاعنا طبعا اللي هو جاي من معادلة النتح والبخر، هنا بنقسم الكمية الإجمالية المستخدمة على 1000 عشان نحولها للمتر، للمتر المكعب، وبعد كده بنقسمها على احتياج الري اليومي بالمتر المكعب. تمام. هيدينا هنا رابع حاجة بقى أو خامس حاجة تقريبا، كمية مياه الري إضافتها لكل ري،
كده انا عاوز اعرف بقى، انا الارض عندي محتاج اضيف لها كام متر مكعب كل يوم؟ يعني هنا مثلا كل قد ايه؟ 8 من 10. اضرب انت بقى 8 من 10 في 24، شوف هيديك كام. ممكن يديك مثلا حوالي، دي واحدة، 8 من 10 في 24 يعني حوالي 19 ساعة. يعني انت كده محتاج كل 19 ساعة حضرتك تروي الأرض بتاعتك. هترويها بكام متر؟ ب49 متر. دي كده بالنسبة للري برش. الري بالتنقيط بس حاجات بسيطة يعني، مش كتير. اللي بيختلف معانا كفاءة الشبكة، تمام. وأنا بعد كده الحلقة اللي جاية إن شاء الله أو اللي بعديها يعني، هننزل معامل المحصول بيجي إزاي للأشجار. الأشجار معروفة شوية، تقدر تجيب لها المعادلة بتاعتها. أما بصراحة الفلات يعني صعبة شوية. هي في تطبيقات بتعمل الحاجات دي على فكرة، يعني ممكن نبقى ننزل تطبيق كده، في تطبيق كده بيجيب نسبة الخضار نسبة الفراغ، تقدر يعني حاجة كده تقريبيا يعني. هبقى انزله قريب كده على القناة يعني. الاقيه بس كده وبعد كده انزله على القناة ان شاء الله يعني. الجذور هنا بتختلف طبعا، لان طبعا هنا طول الشجرة، انت بتتكلم هنا على الشجرة الواحدة بس، خد بالك انت مش بتتكلم على الشجر كله. هنمسك بند بند كده، الطول في العرض خلاص دي للشجرة الواحدة، والعمق للشجرة الواحدة خلاص، حجمها. أبعاد الشجرة بقى، ده الأبعاد دي اللي هي بين الشجرة والشجرة قد إيه، ملهاش دعوة بالجذور خلاص. الجذور إحنا قلنا البند ده بتاعها. هنا أبعاد الشجرة ذات نفسها، أنت زارع في زراعتك مسافات الزراعة إيه؟ خلينا نغيرها كده عشان الناس إيه، مسافات الزراعة بين الأشجار خلاص. زرع 4 في 6، زرع 8 في 8، زرع 10 في 10، أيا كان الزراعة أنت زرعها. هنا بالنسبة للطول والعرض ما تشغلش بالك بكلمة الطول دي، عادي يعني اكتب اللي انت عاوزه، بس مثلا 5 مثلا، ما تقلقش مش هيحصل حاجة يعني، ماشي؟ مش معنى ان هي في كتابة يعني فيحصل حاجة. مثلا 4 مثلا، تمام؟ خلينا مثلا 10 في 10، 10 في 10. فدي مش عاوزك تشغل بالك بيها، انت بس اكتب الرقم بتاعك بس، هيديك اوتوماتيك عدد الاشجار في الفدان. اول ما تكتب له مثلا 6 في 4 هيديك 175 شجره للفدان، تمام. وعاملين ده الكميه الاجماليه ايه بتاعتهم بالكميه التربه اللي موجوده تحتيهم. زي ما قلنا برضو ساعه التربه هنا مهمه جدا، الافضل انك انت تعملها في معمل. هنضربها برضو في 65، تلتين المساحه. هتروي حضرتك، هتروي كل 8 يعني برضو كل 19 ساعة، هتحتاج انك انت تروي. الراية هنا هتبقى 27 متر و300 لتر برضو. لو قلنا ساعة التربة هي أهم بند في الليلة ديت، فأتمنى انك انت تهتم بساعة التربة ديت لو هتعملها في معمل يعني هيكون أفضل. طبعا المعادلة دي أساسية لكل مهندس. في ناس ما بتشتغلش بالجزء ده خالص، الجزء اللي ورا ده خالص محدش، في ناس ما بتشتغلش بيه، بيشتغل بالجزء اللي هو الأساسي ده. طبعا احنا يعني لازم نبقى عارفين ان كل حاجة بتتطور، ما فيش حاجة اسمها هي دي بس. كل يوم في جديد، المعلومات والمعادلات بتطور لحد ما توصل لأفضل حاجة، لأفضل نتيجة توصل لها. لازم تشوف، ودايما ابدأ من الآخر يعني، ما تجيش من الأول وتبدأ وتضيع وقت خلاص. انت معاك معادلة اهي، شوف ايه الجديد بقى وطور عليها، تفهمني؟ شوف ايه الجديد وطور عليها. طبعا المعادلات دي أساسية جدا،
وبرضو أهم حاجة عندي إن مهندس حديث التخرج بقى ما عادش يقول أنا حديث تخرج تاني، ده معاك شوية معادلات يعني زي الفل يسدوا عين الشمس زي ما بيقولوا يعني. إن شاء الله اللي جاي كمان في اللي هينزل على القناة كمان الأيام اللي جاية هيبقى يكون أفضل بإذن الله. أتمنى إنكم تكونوا استفدتوا، ولو في أي حد عنده أي تعليق تحت أمره يكتب لي في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.